تالية كان حوار واضح وصريح وضعنا فيه الجميع في الصورة الحقيقية للتحديات اللي عند النادي. كنشكر المنخرطين على الحضور ديالهم اليوم وعلى التجاوب ديالهم. المؤسسة مستمرة وكنشكر الجميع على الثقة ديالو في اللائحة ديالنا. الاستمرارية ديال المكتب جات في واحد الوقت ضروري باش نعطيو إشارات بأنه مؤسسة مستقرة وأنه البرنامج العمل اللي جبناه السنة الماضية فهو مستمر اللي هو بناء النجاح وتصحيح المسار. احنا غاديين فيه ان شاء الله الله يوفقنا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.